مركزة في محورين أساسيين لأسلط الضوء أولا على أهمية المعلومات لإثبات خطورة الفساد من جهة، وفي محور آخر سأحاول أن أركز على أهمية المجتمع المدني بما فيه الجمعيات في إبراز هذه المعلومات اللي هي ذات المنفعة العامة، خصوصا ملفة الفساد المالي وإحالتها على العدالة للانتفاع منها. فالسياق العام هو للتذكير هو أن محاربة الفساد عندها واحد الإطار اللي هو تاريخي لا يمكن أن نجهله، ألا وهو حركة 20 فبراير التي رفعت هذا الشعار، يعني بإسقاط الفساد، والذي مع توالي الوقت يعني ترجم على مستوى على الأقل ملامح في إطار تغيير الدستور الذي كان مطلب شعبي يعني وأدخل بذلك تعديلات. فالمعلومات بخصوص هذا الموضوع يعني تاع الفساد، خصوصا ركز هنا على الفساد المالي، فأهمية المعلومات هنا لابد أن نذكر بمعلومات متاحة الآن رائجة واللي هي مؤشرات يعني على مدى توغل الفساد في بلادنا. احتلال أولا على مستوى التنمية، احتلال مراتب متدنية، الكل يعرف نقطة 123 على مستوى التنمية البشرية يعني في إطار بالنسبة للمغرب، احتلال يعني على مستوى التقارير الرسمية الدولية نجد بأن المغرب يحتل درجة 97 من أصل 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد، أي كاين تراجع وليس تقدم للأسف، كاين تراجع بنسبة 3 نقاط بالمقارنة مع سنة 2022. نجد في التقارير معلومات تقول بأن الرشوة أصبحت نسقية في البلاد ومعممة وتهدد الاستقرار الاجتماعي. نقرأ كذلك أن الفساد يعني يشكل أو يكلف تقريبا 5% من الناتج الداخلي الخام. نقرأ بأنه يستنزف 50 مليار درهم سنويا، وهي يعني ضياع للأموال العمومية خصوصا في جانب الصفقات العمومية اللي كتعتبر واحد المستنقع كبير للفساد. 10% من المغاربة يستحوذون على 62% من الثروة. زيادة فقدان الثقة بالمؤسسات العمومية إلى غير ذلك. هذا كله كيعطينا واحد العنوان عريض، واحد الخلاصة عريضة هي كاين خطورة الفساد على الدولة وعلى المجتمع. الاثنين معا في خطورة. إذا هذه المعضلة التي تعتبرها التقارير ويعتبرها المحللون و المفكرون بأنها معقدة وبنيوية وهيكلية، يعني معلومات بهذا الشأن ماذا تتطلب؟ إذا كانت متاحة عبر التقارير الرسمية وموجودة، ف يعني كيتطرح واحد الإشكال اللي معروف في إطار التحاليل يعني اللي درتها مجموعة تاع الدراسات ومجموعة المفكرين، هي أن هذا فيه ارتباط كبير بإشكالية بناء الديمقراطية واللي هو إشكال تاريخي في بلدنا. انعكاسات تاع هذا الملف الفساد على مناحي الحياة العامة، جميع المناحي الاقتصادية، السياسية، المجالية، الثقافية إلى غير ذلك، هي يعني وخيمة، بل هي العائق الأكبر للتنمية رغم تجديد المحاولات وإعطاء الوعود وإصدار تقارير، لا من التقارير الخمسينية ولا النموذج التنموي الجديد إلى غير ذلك، يعني كلها تعطينا بأن هناك ضياع لحقوق المواطنين والمواطنات في إطار هذه المنظومة الفاسدة ومنها الحق في المعلومات. الآن السؤال الذي يطرح في علاقة يعني بموضوع الندوة حول المعلومات هو ما هي الأدلة والحجج على انتشار الفساد؟
كيف السبيل للحصول على المعلومات بخصوص الفساد المالي؟ يعني الفساد المالي هنا يجب التذكير بأننا نهضروا على تبديد الأموال العمومية، الاختلاس والنهب، الرشوة، الريع، الامتيازات، تهريب الأموال، تبييض الأموال، المأذونيات إلى آخر ذلك. هذه كلها مواضيع هي يعني تجوب الصحة ولكن بدون تدقيقات يعني وبدون الولوج الى المعلومه بشكل تلقائي وبشكل سهل، لان هذا النوع من المعلومات له خاصيه وميزه اساسيه اللي هي انها معلومات اولا حساسه وتمس بمصالح فئات معينه، هي معلومات يصعب الولوج اليها بسهوله، تتطلب حمايه المبلغ عنها والحماية الفعلية، تتطلب طول النفس، بمعنى لا يمكن أن نقول بأن يجب الاعتماد هنا على طلب هذا النوع من المعلومات فقط يعني بمراسلة أو بهاتف، أو هذا تضافر جهود مؤسساتية من أجل يعني تتبع لمآل هذه المعلومات، المآل تاعها اللي هو يعني المتابعة والمحاكمة إلى غير ذلك. دونك بناء على هذا الشيء اللي ذكرناه يعني أقول ما الجدوى من المعلومة إذا كانت يعني منشورة في تقارير رسمية وإذا لم يتم خصوصا تحريك المتابعات بناء عليها. يعني حتى نشوفوا التقرير الرسمي تاع المجلس الأعلى للحسابات، هناك ملفات رغم قلتها المقارنة مع حجم ملفات الفساد اللي كاينه في البلاد، تنقولوا بان ما الجدوى وكيف السبيل الى ايصال هذه الملفات الى القضاء. يعني خاص واحد الانترميديير، ما يمكنش يكون يعني بشكل، لانه ما كاينش بشكل مباشر للاسف. يعني كيف يتم تحريك المتابعات؟ سؤال كيف يعني او ما هي اهميه المعلومه اذا توفرت واذا لم تكن هناك قوانين ومصادر تمكن من استعمال المعلومه من اجل التحول واتباع يعني لازم وفتح ملفات قضائيه بالجديه اللازمه. يعني التشخيص ربما نجده في التقارير وفي الدراسات هو يعطينا معلومات اوليه تهم يعني الحياة العامة، يعني أو لا تكتمل بالخصوص، لا تكتمل أهميتها إلا باعتماد هذه المعلومات من أجل حلحلة الملفات التي تدخل في صلب الحياة العامة للمواطنين والمواطنات. نحاول نختصر شوية. إذا أقول بأن هناك ضرورة لمؤسسة التتبع في مثل هذه الملفات، الحصول لأن يعني الحصول على المعلومة هنا لا يفيد الشخص المبلغ أو الطالب للمعلومة، وإنما هنا المعلومة تفيد الصالح العام وتساهم في تخليق الحياة العامة والمساعدة على اتخاذ القرار. إذا أعود وأقول بأن هذا الهم وهذه المسؤولية وهذه القناعات لا يمكن أن تتوفر لدى كل المواطنين والمواطنات أو تتوفر بشكل متفاوت، وخصوصا مع الجانب اللي تطرق له الأستاذ حاليا هو الثقافة مثلا القانونية غير متوفرة للجميع. هنا أربطه بالمحور الثاني اللي كيجي فيه الدور تاع المجتمع المدني، أركزوا عليه ومنه خصوصا الجمعيات في ابراز يعني هذه المعلومات وفي استعمالها من اجل تخليق الحياه العامه ومحاربه الرشوه والفساد وتبديد الاموال العموميه. لا ننسى بان الحق في البلوغ الى المعلومه هو يعني يدخل في اطار العقد الاجتماعي، هذا تاريخيا يعني منذ القرن 18، فهذا مرتبط بالديمقراطيه. فنعلم جيدا الان ان كلما ضعفت نسبه الديمقراطيه تزايدت نسبه الفساد والرشوه، والعكس بالعكس صحيح. اذا لماذا الحق في الحصول على المعلومات ويعني كبدايه
لأنها أصلا المعلومات تظهر أو تبرز وتنمو هذه المعلومات بالأموال العموم، لأن معلومات وتخزينها والأرشيف وإلى غير ذلك هي يعني تدخل كذلك في إطار الأموال العمومية، ولهذا يجب المساءلة على المعلومات هنا في إطار المحاسبة وفي إطار تتبع الميزانيات من 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 دافعي الضرائب. أقول أصل المعلومات إذن يأتي من ربما رافدين أساسيين، هو إخبارات من طرف المواطنين أو تبليغ من طرف جهات ما، وتقارير دولية. يعني اللي كنرجعوا نشوفوا بأن هناك مؤشرات كبيرة تؤكد أن الفاسدين، يعني تاريخ تقرير مثلا تاع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن في المغرب تقر بأن الفاسدين لا يتابعون بشكل كاف في المغرب، وأن الحكومة غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد. بمعنى أظن هنا كمواطنة ما يهمني في هذه المعلومة هو كيف السبيل إلى يعني تبليغ أو الحد من هذه الظاهرة، وكذلك كيف يمكن التقاضي في العلاقة مع هذه الملفات. إذن هنا تنقول بأن الدور المؤسساتي تاع المجتمع المدني وخصوصا دور الجمعيات في الضغط على الحكومات من أجل يعني الدفع بها لمحاربة الفساد، هناك مساهمة مباشرة وغير مباشرة يلعبها المجتمع المدني في هذا الباب. فعلى سبيل المثال نأخذ الجمعية المغربية لحماية المال العام، ساهمت وتساهم في الكشف والتوصل لمعلومات مهمة عبر التقدم بشكايات بناء على تقارير رسمية وبناء على شكايات المواطنين أو أطر من داخل الإدارات التي تبلغ على بناء على يعني ملفات قانونية متكاملة، لأن تؤخذ بمأخذ الجد. فالآلية الوحيدة اللي كانت عندها هي تقدم الشكايات في هذا الباب. نتفاجأ في الآونة الأخيرة بأن هناك صدور واحد أو الموافقة الحكومة على مشروع تغيير المسطرة الجنائية وبروز واحد المادة 3 والمادة 7 التي تضرب في العمق هذا الحق بالنسبة للمجتمع المدني وخصوصا للجمعيات. هذا في تناقض أكيد سافر مع الدستور، في تناقض مع يعني المقتضيات الدولية ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، في تناقض مع يعني الواجهة التي نقدم أو تقدم في المغرب كأنها واجهة ديمقراطية من حيث الشعارات الرنانة اللي تلها حتى الأستاذ من قبلي من قبيل الشفافية والحكمة الجيدة إلى غير ذلك. هذا كله في تناقض مع هذا الباب، لأن مشروع المسطرة الجنائية جاء ليسد الباب على المجتمع المدني في الترافع وإقامة الدعوة العمومية في جرائم الأموال، وتم حصرها إذن في رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات المعنية، يعني اللي هي منصوص عليها في القانون، جهات محدودة يعني في القانون هي التي لها الحق في الترافع في التبليغ على هذه الجرائم. وتأتي المادة 7 لتقيد حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، واشترطت الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي لازال لم يرى النور، لازال مبهم. بمعنى في الجمعية دارت وقفات احتجاجية وندوات صحفية في هذا الشأن، وتعتبر أن هذا تضييق على الجمعيات في التبليغ على جرائم الفساد. هذا توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق بما فيها الحق في المعلومات. هذا تناقض مع القانون 1037 الخاص بحماية المبلغين، ما مصيره في هذا التوجه الجديد، وهو نعتبره كذلك حماية للفساد عوض محاربته،
وعنوان آخر في غياب الإرادة السياسية لمحاربته. عدة ملفات يعني رفعت وساهمت فيها الجمعية، كل يعلمها، من مركب محمد الخامس، من ملف الوزير السابق في خيب صالح، من ملفات أخرى يعني اللي رفعت ولازالت تحاول تتبعها، من ملف البرنامج الاستعجالي في التعليم اللي يعني استئناف الآن قائم على مستوى محكمة فاس. فبالتالي هذه كانت واحد البوابة أو واحد الآلية اللي تتمكن على الأقل من تمويل الرأي العام والتحسيس والمساهمة البسيطة من طرف جمعية مدنية حقوقية سياسية لها الشرعية الكاملة في أن تساهم في التبليغ، ولكن جاء هذا النص القانوني لي يعني يلجم هذا العمل. وبالتالي نتساءل عن ما مدى الإرادة السياسية في تفعيل بالفعل هذه محاربة الفساد، أو تبقى شعارا على مستوى، رغم أن هذه الحكومة لا ترفع هذا الشعار ولا يدخل في هذا، لأن حتى تجريم العمل غير المشروع يعني ذاك القانون تجريم الإسراء غير المشروع والمساءلة حول الثروة إلى غير ذلك، كلها يعني تم التراجع عليها وإزالتها من البرلمان للأسف. يعني هذه مؤشرات تتناقض كليا مع يعني الحق في المعلومة ومع هذا اليوم الذي يصادف يعني مع هذا اليوم خصوصا الذي يعني أن المغرب يوقع على اتفاقيات ويعطي تقارير تبين أن هناك حكامة جيدة وهناك ديمقراطية وهناك، ولكن للأسف الواقع يقول العكس بناء على ما على الأقل هذه المعطيات التي تقسمتها معكم. وتحية لكم